سألوا عنترة العبسي: لماذا كنت البطل الفرد وأنت العبد؟ قال لهم: أنا لست بعبد، أنا أكثركم حرية، أنا في فقري أغناكم وفي ضعفي أقواكم، وحين يلاقيني خصمي ألقاه بأعظم من صبري، فنضرب حتى ينكسر السيفان معا، فيصارعني ويأخذ في فمه إصبعي، فيعض وأعض، ولا يوشك أن يطرحني أرضا، ولا أوشك أن أصرخ من ألمي، ولكني أعتصم بصبري وأقول لنفسي: لن أصرخ من ألمي أبدا، فلماذا لا يصرخ خصمي؟ فليصرخ هو قبلي، فإذا بخصمي يصرخ ثم يميل على قدمي يستعطفني.